أحسن الله إليكم. أخيرا يسأل هذا السائل يا شيخ عن تعليق كلمة التوحيد أو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو الأسماء الحسنى على الجدران أو في المكتبة أو على الطاولة في المنزل أو الطاولة في المنزل. هذا غير مشروع، كتابة الآيات أو كتابة الأذكار على لوحات وتعليقها على الجدران أو كتابتها على الجدران، هذا غير مشروع، لأن هذا ليس من عمل السلف وليس هو من الذكر. هذا ليس من الذكر، الذكر يكون بالقول ويكون بالنية القلب والقول باللسان، أما الكتابة فلا تكفي ولا تكون ذكرا. وأيضا هذا عرضة لإهانة هذه الأذكار، قد تكتب في أو تعلق في محل يكون تعمل فيه المعاصي، يكون هذا من إهانة ذكر الله عز وجل، أو تسقط هذه المعلقات وتداس الأقدام، يكون هذا من إهانته، أو تعلق هذه الأذكار وهذه الآيات إلى جانب صور محرمة، يكون هذا من إهانتها، أو يكون القصد منها هو الزخرفة وتزيين الجدار بها مثل الديكور، وهذا عبث بذكر الله وعبث بالقرآن الكريم. الحاصل أن هذا العمل لا غير مرضي وغير جائز، ومن يريد أن يذكر الله يذكره بلسانه وقلبه، وهذا هو الذي يفيده وينفعه. نعم. وإذا كانت هذه الكتابات في مسجد فالأمر أشد، لأن هذا يشغل المصلين عن صلاتهم بالنظر في هذه الكتابات. نعم.